الانسان عنده صعوبات ديالو غير كل واحد كتختلف الصعوبات من شخص الى اخر. فعادي انا دوزت وقت ما لقيتش اللي عاوني في الاول، ما لقيتش اللي امن بيا، ما الحمد لله فاش كتلاقى مع ايكيب زوينه ناس اللي مامنين بك كتسهل عليك بزاف الحوايج، ما الاستوديو الاغاني بزاف الصعوبات، من الحمد لله ملي كتلقى اللي من بعد الناس كيتشقوا فيك كتكون بحال نقولوا الحمل خفيف. الا قلت لك واحد الحاجه كانوا الناس مامنين بي اكثر ما انا مامن براسي اساسا والله، ما الحمد لله واحد الوقت كتشوف انه عطاك ربي واحد الحاجه يمكن توصل بها كتزيد كتخدم عليها وفوالا. كما درت الحمد لله خدمت درت اغاني، خرجت اغنيه الاخرى مريش مع محسن ممنوعه برج الميزان، الحمد لله الخدمه اللي كنخدم وراها الحمد لله غاده وكتبان ان شاء الله. غادي تشوفوني في بزاف ديال لي ستايل غير كل حاجه بوقيتها ان شاء الله. انا يلاه في البدايه ديالي ما بغيتش نحرك كل شيء ونبان هذا شويه بشويه، يلا يتعرفوا لي الناس، يعرفوا مهدي صوت مهدي اغاني ديالي ستايل مع الوقت، وانا كنبدل ستايل مع الوقت المناسب ديالو. اهم حاجه كتعجبني هو الناس متنبئين لي بمستقبل زوين، الناس كيشجعوني كيقولوا لا نشجعوا ولد بلاد ما نطيحوش منه، كتشوف انه الحمد لله لا معايا ولا مع غيري انه الناس كاينين الناس كيشجعوا ناس كيامنوا بطاقات شابه. هادشي اكثر حاجه نقدر نقول مفرحان، ماشي غير انا كنشوف حتى مع دي جون اللي طالعين في حالي كيعجبني الحال شي موجد ان شاء الله. كاين واحد الاغنيه اغاني ماشي اغنيه صراحه غير خاصني غير نختاروا انه وحده فيهم تشاش زعما قلت باقي الوقت انا نقول السميه ولا هذا، ما ان شاء الله اللي كاين وانه قريب ان شاء الله ماشي ما غنتعطلش هذه المره بزاف.